الله الرحمن الرحيم. النهاردة الحقيقة يمكن بنبدأ جولة في محافظتي بورسعيد ودمياط إن شاء الله، والحقيقة يمكن أنا كنت حريص كل الحرص النهاردة بصحبة طبعا عدد من السادة الوزراء، معي وزير التنمية المحلية، وزير الصناعة، السيد محافظ بورسعيد. احنا هنا في واحد من أكبر المصانع الموجودة في المنطقة الصناعية لبورسعيد. هذا المصنع احنا زرناه قبل كده في شهر 9 الماضي، وهو الحقيقة كان متخصص في إنتاج المقاسات الصغيرة من الإطارات أو الكاوتش الخاص بالموتوسيكلات والتوك توك. والحقيقة تناقشنا مع يعني مالك المصنع بضرورة إن احنا يعني عندنا دايما في مصر مشكلة كبيرة جدا في تصنيع الإطارات، وبنستورد كمية إطارات كبيرة جدا للسيارات الملاكي والعربيات الميكروباص والنص نقل. فالحقيقة كان هناك وعد من مالك المصنع بأنه يبدأ خطوط إنتاج لهذه النوعيات من الإطارات اللي هي مش موجودة بصورة كافية في المصنع، وأنا الحقيقة كنت وعدته أنه بمجرد ما هيبدأ التشغيل التجريبي حزوره. فالحمد لله النهاردة احنا بنشهد فعلا إنتاج التشغيل التجريبي الأول مقاسات من السيارات الملاكي والميكروباصات والعربيات اللي فعلا النهاردة بتمثل الغالبية الكبرى من السيارات اللي بتجري او اللي بتتحرك في الشوارع المصريه. الحقيقه يمكن زي ما استعرضنا النهارده بدا فعلا انتاج الاطارات اللي هي مقاسات من 12 الى 14، وهنبدا في خلال هذا الاسبوع نصل الى المقاس 17، وان شاء الله على شهر اكتوبر القادم هيكون قدر ان هو يصل الى حجم انتاج يغطي اكتر من 25% من حجم الانتاج او حجم الطلب المحلي. وعلى ان هو وعد ان شاء الله في خلال بدايات عام 26 هيتجاوز 60% او 70% من حجم الانتاج. انا ليه بقول هذا الكلام؟ لان احنا اتكلمنا كلنا على ان شغلنا الشاغل واولوياتنا الفترة الجاية هي الصناعة. والحقيقة الصناعة يعني كل يعني الدولة الحقيقة بدءا من فخامة الرئيس والحكومة وكل المؤسسات التنفيذية تعي تماما ان استدامة النمو وان احنا يبقى عندنا قدرة على التعامل مع كل التحديات اللي احنا موجودين فيها هتبدأ او هتبقى من خلال التركيز على مجموعة من الصناعات او الانشطة الاقتصادية الانتاجية وعلى رأسها الصناعة. وانا يمكن لما قلت الصناعة 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 ده فعلا هو ما نحن نؤمن به، وان شاء الله الفترة الجاية كل التركيز على هذا الموضوع وبالذات مع رجال الاعمال والمصنعين الجادين. يعني الحمد لله احنا يمكن مع هذا المصنع على سبيل المثال زللنا العديد من العقبات علشان يقدر ان هو يصل الى هذا الموضوع الانتاج، تسهيل اجراءات التراخيص الرخص اخراج المستلزمات الانتاج والمعدات والالات من الاجراءات البيروقراطية والروتينية اللي موجودة. فكل ده الحمد لله احنا بندعمهم علشان يقدروا يحققوا هذا الموضوع. انا عايز اقول هذا الكلام لان احنا قعدنا يعني الحقيقة كان الاسبوع الماضي كان في اجتماع مهم جدا مع كل غرف التصدير ومجالس التصدير، وبنتكلم معاهم على مستهدف ان احنا يبقى عندنا نسبة نمو سنوي لا تقل عن 15% في كل القطاعات التصديرية. والقطاعات التصديرية في الاساس هي قطاعات صناعة، فبالتالي انا بتكلم مع كل رجال الصناعة وكل مجالس التصدير على ان يبقى عندي خطة لا تقل سنويا عن نسبة نمو 15% عشان نقدر نحقق المستهدف اللي احنا بنتكلم عليه. اذا كنا بنصدر خلال العام الماضي بحوالي 53 مليار، ازاي على 2030 نتجاوز ال 145 مليار؟ وده رقم قادر قابل للتطبيق، احنا مش بنتكلم على شيء يعني بعيد، بالعكس تماما احنا ممكن نحقق اكتر من كده كمان. ولكن هو كل الفكرة ازاي تناغم وتكامل المنظومة ما بين الدولة والقطاع الخاص عشان نحقق هذا الهدف. فبالتالي يمكن كلامنا كان مع مجالس التصديرية على ازاي اعادة هيكلة منظومة دعم الصادرات ورد الاعباء التصديرية، لان كل قطاع ليه خصوصيته، وبالتالي انا ما اقدرش يعني نستمر ان احنا ندي دعم صادرات مطلق او عام. ده بالعكس انا طلبت من كل مجلس تصديري يحدد لي ايه هي الاسواق اللي بيستهدفها اللي ممكن نعملهم حوافز اكتر، ايه هي برامج دعم الصادرات اللي تخصهم اللي تشجعهم ان هم حققوا هذا الهدف، بحيث يبقى كل مجلس تصديري جاي لي ب
بخطته، وان شاء الله في خلال الاسبوعين الجايين هنبقى بنقعد معاهم عشان نطلق هذه الخطة بإذن الله. احنا محددين ايه هي القطاعات وايه هي الصناعات اللي عايزين فعلا نزود فيها من المكون المحلي، وازاي ان احنا نعمق من التصنيع جوه بلدنا عشان نقلل الفاتورة الاستيرادية وعشان نغطي احتياجات السوق المحلي. وده زي ما بقول لحضراتكم مش هيحصل بكلام، هيحصل ان احنا كلنا بنتابع على مدار اليوم وعلى مدار الساعة كل مستثمر جاد، وكل واحد النهاردة بيشتغل على مصنع. وانا بأكدها مرة اخرى، احنا مكتبي مفتوح على مدار ال 24 ساعة لأي مستثمر جاد بيجي النهاردة بيعرض علينا، وبقعد مع كل المستثمرين علشان نزلل لهم اي عقبات وعشان نمكنهم ان هم يحققوا هذه المستهدفات. والحمد لله يعني احنا اكيد بنشوف النهاردة في عدد كبير من الشركات العالمية ابتدت تدخل جوه البلد، وابتدت تنشئ مصانع على اعلى مستوى في فترة اقل من سنة، وبدأت الانتاج والتشغيل التجريبي. لان مرة اخرى زي ما بقول لحضراتكم، ايماننا الكامل ان الصناعة ان شاء الله هي قاطرة التنمية في خلال الفترة اللي جاية. انا يمكن عايز ادي الفرصة برضو يعني السيد صاحب المصنع ان لو حضراتكم برضو تقول النهاردة الموقف وايه الخطة للسنتين الجايين، لان دول اهم حاجة النهاردة، ازاي ان احنا نتوسع في تغطية احتياجات البلد، وفي نفس الوقت النهاردة بتصدر، وحضرتك برضو تلقي الضوء على انك انت بتصدر النهاردة العدد قد ايه من الدول. اتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. بداية بس انا عايز اشكر فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي على الدعم المطلق للصناعة المصرية والمصنع بيراميدز، ودولة رئيس الوزراء على تشريفه لينا، دي تاني زيارة لينا وده شرف لينا، والسيد وزير الصناعة ومعالي محافظ بورسعيد. ثانيا احب اشكر كل العمال والمهندسين اللي موجودين عندنا في المصنع على المجهود اللي بذلوه معانا. واحنا كمصنع بيراميدز ان شاء الله بنهدف الى تطوير الصناعة المصرية. احنا بدأنا في انتاج تجريبي لمقاسات 12 و13 للاطارات الملاكة ريديال، ان شاء الله نهاية الاسبوع هنطلع 14 و15، وده انتاج تجريبي ان شاء الله هنوصل بيه نهاية العام الحالي في شهر 10 لتقريبا 25% من المستهدف واستهلاك المحلي للسوق المصري. ان شاء الله خلال 25 نهاية 25 بنهدف ان احنا نطلع من 60-70% من المقاسات دي لحد مقاس 17 من السوق المحلي، من استهلاك السوق المحلي المصري. ثانيا احنا في ظل ما احنا بنبيع للسوق المحلي المصري برضو بنعمل جودة علشان نصدر لدول محلية، دول افريقية ودول غير افريقية. يعني احنا دلوقتي بنصدر لعشر دول، تونس والمغرب والجزائر وسوريا وتركيا وباكستان ولبنان والعراق واليمن، فاحنا شغالين مستهدف. تاني حاجة احنا عاملين عقود مع امريكا لتصدير بعض المقاسات وبعض المنتجات الخاصة بالمصنع لامريكا، وان شاء الله الاطارات هناخد موافقات الايمارك علشان اطاراتنا ان شاء الله نصدرها لاوروبا. طبعا كل شكر والتقدير للدولة المصرية ودعم معالي دولة رئيس الوزراء. لولا دعم الدولة المصرية ودعم رئاسة الجمهورية ومعالي دولة رئيس الوزراء ومحافظ بورسعيد ما كنا وصلنا لأي حاجة من ده. ثانيا وأخيرا أحب أشكر برضو كل المهندسين والعمال اللي تعبوا معانا وابتعدوا، لأن هم اللي شغالين ولولاهم ما كنا وصلنا لهذا الموقف، ونشكر ربنا والحمد لله. شكرا لكم، وهنستأنف مع بعض الجولة. ولكن أنا حابب أأكد هنا أن الحقيقة الشيء المفرح أن شفنا شباب مصري كبير جدا جوه المصنع، هم اللي بيشتغلوا ولاد وبنات. يعني صناعة زي دي صناعة يعني مش سهلة، ولكن في عدد كبير جدا من السيدات والبنات اللي بيشتغلوا هنا وبقالهم فترة طويلة. الأهم زي ما يعني البشمهندس صاحب المصنع كان بيتكلم أن تم تطوير المعدات نفسها، يعني حتى المعدات نفسها والتقنيات والتكنولوجيات بواسطة مهندسين مصريين عشان يطلعوا منتجات بصورة متطورة أكثر. وهو ده الأهم، إن البني آدم المصري لما بنستثمر فيه والنهاردة بنشجعه ونديله الثقة، الحقيقة بينتج وبيثمر هذا الموضوع على نجاحات كبيرة جدا. أنا مش عايز أطول على حضراتكم لأن النهاردة الحقيقة قدامنا يوم طويل، ولكن ننتقل إن شاء الله إلى محافظة دمياط بإذن الله. وشكرا لحضراتكم.